هناك راح يكون تعديل. كاين تعديلات اخرى فيما يخص ليرجي مثلا، هناك مجموعه كبيره من النواب تكلموا على ليرجي. فيما يخص السيارات المستورده على مستوى اللجنه، اولا درنا التعديل الاولي وهو ادراج المازوت في شراء السيارات، واظن هناك تعديلات اخرى فيما يخص رفع النسبه تاع من 3 سنوات الى 5 سنوات. الشيء المفاجئ واللي يعني احنا يعني تفاجأنا به منذ بضعة أيام هو صدور تعليمة من طرف محافظ البنك، واللي قلنا يعني هذا إنسان يعني كان تائه أظن لما يعني خرج هذه التعليمة. على محافظ البنك إعادة النظر في هذه التعليمة إذا كان فيه نية حقيقية وإرادة حقيقية يعني اليوم تسهيل يعني استيراد السيارات.